وفد عسكري روسي رفيع المستوى بالجزائر. زار وفد عسكري روسي رفيع المستوى الجزائر يوم الجمعة قبل أيام فقط من زيارة منتظرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للبلد الإفريقي. وجاء ذلك خلال لقاء قائد أركان الجزائري سعيد شنقريحة مع مدير الهيئة الفيدرالي للتعاون العسكري التقني الروسية ديمتري وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية. وتطرقت المباحثات بين الجانبين وفق الأيام 24 إلى التعاون العسكري بين البلدين وتبادل وجهات نظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان أن المسؤول الروسي اختتم اليوم زيارة للجزائر بدأت الأربعاء لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين. وحسب تقارير دولية تعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، كما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة بنسبة فوق 50%. وتقول السلطات الجزائرية إنها تلتزم الحياد بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتدعو إلى ضرورة انتهاج لغات الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة. وتأتي زيارة الوفد العسكري الروسي للجزائر قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البلد العربية في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والمغرب. وبحسب فضائيات ABC نيوز الأمريكية فإن زيارة بلينكن للمغرب والجزائر تهدف لبحث عدة موضوعات بينها الدور الذي يمكن أن تلعبه البلدان في دعم سيادة أوكرانيا. القبض على روسي بمدينة تمارا، حيث تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارا الجمعة من توقيف مواطن روسي مقيم بشكل قانوني بالمغرب يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية. وأفاد بلغ لمديرية الأمن توصلت به الجريدة بأنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي المسيرة بمدينة تمارا في سياق البحث المنجز على ضوء شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد متعهدي شركة الاتصالات يتظلم فيها من سرقة وقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية من أجل تحصيل الفرق المادي لتعريفية المالية المخصصة لهذه المكالمات. ومكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لإغلاق قرصنة وسرقة المكالمات الدولية، وهي عبارة عن مجموعة مختلفة من الدعامات والآليات الرقمية التي تستخدم في الربط بالإنترنت. نشكركم على حسن المتابعة.